العبقريه وتشال السيريبرال هيمسفير اليمين والسيريبرال هيمسفير الشمال، الحاجز اللي بينهم اسمه فالك السيريبرال. يكرروها كده مع بعض، فالك السيريبرال. كمان مره، فالك السيريبرال. طيب شبكه ورا هنا اهو، في خيمه ولا مش خيمه؟ يبقى تنتوريا مين؟ سيريبرال. مين اللي فوقها؟ سيريبرام. مين اللي تحتها؟ سيريبل. اذا شاورنا على ده اهي فالك السيريبرال. وخد بقى النظر بتاعها زي ما انت عايز. ايه الساينس اللي فيها؟ ايه الاهميه بتاعتها؟ ايه الانتيريو اتاتشمنت والسيريبرال زي ما هو عايز يقول. ايه اللي شايف اللور بوردر؟ ايه اللي في الابر؟ كل ده كلام نظري، لكن الاساس عندنا انك شفت ذات يوم الفالك السيريبرال. كررها كده مرتين، كمان مره، صوت عالي. طيب دي اسمها يا ولد تنتوريوم سيريبرال. في سؤالين مهمين هنا، ريليتد ساينسز وريليتد كرينيال نيرف. الكرينيال نيرفز كام؟ 3 4 5 6. فاكرينها؟ والحته دي اسمها تنتوريال نوتش. يعني اذا ده السيريبرم، ده مكان البرين السيما هنا. نوتش ولا ما نوتشش؟ زي الموديل اللي انا كنت عامله لك بالورق بالظبط. خلاص يا ولاد؟ واذا بصيت هنا من فورم المجنم هتشوف الفالك السيريبلاي. يعني حط صبعك هنا، دخل صبعك في فورم المجنم وحسس ورا، هتلاقي الفالك السيريبلاي. فالك مين؟ يبقى ديت لازم تعرف دول، عشان دي لازم واحده منهم تيجي في الامتحان. متفقين؟ على بركه الله، انتشروا خدوها وانتشروا يلا.